صباح الخير البنات، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو، انا يلاه فقت باينه من صوتي. نهار جديد، فيديو جديد، والساعه حاليا تشير الى السادسة والنصف. المهم 6:30 تاع الصباح. ما عرفتش هاد الايام جايني على نوض بكري، كان نعس بكري وكان نوض بكري. المهم فوالا، جو زوين على الصبح، البرد ماشي كتوصل هذيك 12 صاي، كتبقاش الريحه نتاع البرد. هاد الايام ما تصهد بزاف. المهم هاد النهار غندوزو نهار مع بعضياتنا ان شاء الله. ما عرفتش الصراحه اسمو غادي ندير، ما غندوزو نهار مع بعضياتنا كامل. وبعد انا ان طويل، المهم فقت بكري، دزت ديريكتومون لواحد واحد العرام تاع الكسوه كان عندي طويتو، ودابا دوزت درت كويس اتاي، غنوجد الفطور وخليكم معايا. صافي البنات، الفطور وجد. المهم البنات اللي متبعيني ما هادي شحال عارفين انني كنموت على هاد الخبز تاع اللي درت، تقريبا كنفطر به دائما. المهم اتاي كاس عصير، وهنايا هادوك لي فخوي كانوا بايتين اللي راهم في هذيك لابغوشيت، ماشي انا اللي درتهم. فوالا غادي نفطر ترونكيل. بعد ما فطرت وساليت وارتاحيت، دوزت غادي نصب الكسيوات نتاع لو بوتي، حيت لهم كاع هادوك التيكيات اللي كيكونوا فيهم بالمقص، وغادي نديرهم يتصبنوا. معكم عارفين مع هذا المرض وهذا الشيء، قلت نصبنهم. صراحه كنت شريت واحد كسميت واحد لا ليسيف نتاع لوشا واستعملتها، وحتى هذه فيها واحد الريحه غزاله، ومن بلوس فيها نتاع تقدري تصبني بها الحوايج نتاع لي بيبي. خديتها وقيله ملوك لغمي، ما عقلتش شحال خديتها، وصافي غادي نديرهم يتصبنوا ونكملوا النهار ديالنا. صبنتهم نشرتهم هكا في البيت مغلوق، ما بغيتش نديرهم برا حيتاش الغبره، بغيتهم ينشفوا هكا غير في البيت. راه كضرب فيهم من هنايا الشمس كما كتشوفوا، وينشفوا على خاطرهم حيتاش الا درتهم برا غادي دير فيهم الغبره. كلشي هادو صبنتهم، بقاو لي اللوانات الاخرين دابا نصبنهم ان شاء الله، حيت هادو ما كيطلقوش في بعضياتهم، داكشي علاش. وبغيت نشارك معكم البنات فين وصلت شويه في لا ديكوراسيون. المهم زدت هذاك لو سياج بيبي موف، كيتحرك باش يبقى واش تبقى تحطيه كيتحرك به. وخديت هاد لو باني الانج، هذا ديري له فيه لولانج، حيت يلاه وصل باقي شويه، حيت كانوا ما دايرين له، كانوا جامعينه بزاف. هذا خديته هكذا، هذا ما كانش غالي، شي 5 أورو ولا 6، والله ما عقلت. المهم خديته له في هذا الزرق. ابخي خديت دي بيتي كادغ، هادو سيدي ستيكرز اللي كيجيو غير لي ستيكرز، ما كيجيوش لي طابلو. لي ستيكرز كومونديتهم من علي اكسبريس، وغادي تعلقو في الحيط، ولي طابلو خديتهم من اكسيون. فوالا كيجيو هكا، نوريكم فلو تيم هكا في الزرق، على حساب هذاك لو بتي باني اللي خديتلو وكسميتو لو بتي باني. والطابي حتى هو خديتلو فيه دي موتيف في الزرق. هادو فيهم دو كولور باغي، وهاد لا كولور مخالفه، سي في اكسبري باش منين غادي نعلقهم ان شاء الله. هنا راني بديت البارح مي ما كملتش، تنكملهم ويكونوا معلقين، ونكمل لا ديكوراسيون كامله ونبارطاجي معكم. سينو خديت دو فاليز، خديت دو فاليز، وحده ليا وحده ليه، من اوشان ايزيتي با شير. سينو غنوريهم لكم. انا البنات نسيت ما قلت لكمش، بدلت له هذيك لو مات لا لونجي اللي كانت عنده، بدلت له، لقيت هذه وشريتها عجبتني، حيتاش فيها نفس اللعيبات اللي في لا طابلا لونجي، فيها هكا نجيمات في الكغي. هذه خديتها لهم لو كلير كانت كدير وقيله 12 أورو، 12 أورو. وخديت له هذه هنايا من اكسيون كانت كدير 5 أورو. هنايا فين غادي نرونجي له ما عرفتش لي برودوي ديالو، لي كوش، لي لانجيت، غادي ناخذ وحده اخرى باش تجي هنايا، غير مازال ما كنتش عارفه العبار وخفت ما تدخليش، يعني فاش ان شاء الله نرجع لاكسيون نجيب له وحده اخرى ونديرها له هنايا. فوالا هادشي ما كان بوغ لو مومون، الا زدت شي حاجه اخرى غنوريها لكم في نفس الفيديو نتاع
لا فاليز نتاع لاما اللي غندي معايا لوبيتال. فوالا البنات، هادو هما لي فاليز اللي قلت لكم خديت ليه، خديت من اوشن، خديتهم في لون نوار سامبل، ما فيهم حتى شي حاجه كومبليكي، باش من بعد الا بغيت نسافر بهم ولا نقدر نرجع نستعملهم. خديت هادي اللي هو صغيره، ما عرفش علاش كتبان هنا كبيره، مي راه صغيره راه صغيره فريمون، ماشي كبيره كاع لهاد الدرجه. وخديت هادي اللي هي باش نوجد لا فاليز اللي كتدي معاك. نورمالمون كتوجديها ا موا لافونس، قالت لي لا ساج فام ا موا لافونس، مي ما عرفتش، انا باقا ما وجدتهاش، باقي لي عاد ا موا مي مازال ما وجدتهاش، حيت خصني كلكو تروك لو بيبي، وحتى ليا باقي لي كلكو تروك. المهم غادي نشارك معكم سمو لي بريباراسيون اللي غادي ان شاء الله منين نكون نجمع لا فاليز غادي ندير لكم فيديو. و سي البنات، بالنسبه للبنات اللي غيولدوا شهر 9 بحالي راه تبدل، قال لك مع رجع الكوفيد وهداك الشيء محال واش تجلسي 3 جوغ، يقدر تجلسي غير 2 جوغ الا كان انتيا كنتي مزيانه ولو بيبي كان مزيان، كلشي كان مزيان، يعني ما غاديش تجلسي بزاف على حساب هادشي اللي راه واقع وصافي. اختي كنا جالسين المهم كنا جالسين ما بيننا ما علينا، ويقول لك مسيو غادي يعرض عليا لو ريستو، وديكو وجدت البنات راسي في الساع في الساع صراحه ما درتش شي حاجه اللي غادي ننفعكم بها ونوريها لكم غير في الساع في الساع. المهم خلي هنا الروينه ونتلاقاو من دابا شويه في لو ريستو. البنات وصلت لنا لونطري، انا هزيت باستيا و بولي. عادي انت سمو هزيت هذاك الشيء اسورتيمون دو بريوات فوالا. ان توكا لا بريزونطاسيون فن عندهم. هنا البنات انا بوغ لونطري ماغري دو كانار حلال بيان سور، هذا راه ريستو ماروكان. كنت اسمه زيد ميدزي، هادشي ليباني. انا كنغلق هو كيغي كي لا حتى انا غير كناكل غير شويه، دائما كناكل غير النص نتاع التبصيل ديالي، هو كيكمل. وهنا البنات دخلت للطواليت حاشاكم ولقيت واحد المرايا وقلت انا نوريكم شنو لابسه، ما عرفتش مقاسني في الجيبه ديالي، واقيلا شي زيت ولا شي حاجه. المهم هنايا هادو ديجا كنتو شفتوهم معايا في واحد الفيديو كنت شريتهم ووريتهم ليكم. المهم بنات حنا سالينا العشاء ما كيبانلكمش، خصني نجي هكا واقيلا هنا كيبان. المهم البنات سالينا العشاء، انا طلعت شعري الموت نصعصعت صح برا، الداخل عندهم في الغسطو كان سهل، مي برا كاين البرد كاين الهوا زوين. المهم دابا ما غاديش يبان لكم الغوشوز، راه حنا ماشي في الدار، ونتلاقاو ان شاء الله غدا باش نسالو الفلوق ديالنا، حيت دابا غنمشي غندي ماكي غنعس. هزيتكم بلا غدا ليه كيما قلت لكم البارح، خليتكم قلت لكم غادي غير نمشي ندي ماكي وننعس، داكشي اللي درت دي ماكي ونعس. دابا لقيتوني فقت في الصباح، مشيت كان عندي رونديفو في الطبيب، كنمشي لي كور داكوشمون، ومن بعد عاوتاني في العشيه مشيت لانوتر رونديفو، ودابا عاد دخلت كنلصق بالعرق الموت نتاع الصهد. ربي انا مسكنه بشعري تشاكك، اون فيت كاين الريح والصهد، داك الشوم كيصوت
صافي هادشي ما كان، بغيت ندير لكم الخاتمة تاع الفيديو هاد النهار ونخليكم على خير، وما تنساوش ديروا لي لايك للفيديو وخليوا تعليقاتكم، ونقول لكم على بخشان فيديو.